مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، معكم فيصل. في هذا الفيديو راح نحكي عن طريقة تحويل الصورة باستخدام Adobe Illustrator إلى لون واحد. بمعنى أنا عندي صورة مثل ما احنا شايفين، صورة الحمامة هاي بدها تصير لون واحد، لون أحمر أو سيان أو لون بانتون معين. أهم شي ركز على موضوع البانتون، لأنه أنت مرات بتكون شغال في مجلة أو بتحب تشتغل على الإستريتر صفحات متعددة أو بروشور، بدك صورة معينة تصير لون واحد فقط، أو في يعني من ضمن صفحات البروشور هاد حينطبع البروشور كله في لون مثلا لون أخضر. فأنت لما بدك تعمل إكسبورت للطباعة لازم الصورة تكون بنفس لون التكست. التكست معروف للجميع أنه أنت بتقدر تغيره، أو الفيكتور بشكل عام تغيره بكل بساطة على الإلستريتر لأي لون بدك إياه. طيب أنا عندي الصورة هاي، كيف بدي الصورة هاي تصير لون واحد بحيث انه انا اعطيها لون بانتون؟ اهم شيء انه انا بقدر راح اعطيها لون بانتون او اعطيها لون من الوان السي ام واي كي، سواء كان اللون الاصفر او اللون الازرق او البلاك او الماجنتا. الماجنتا اللي هو اللون راح احمر. طيب بداية خلينا نشوف الصورة مع بعض. الصورة عندي المود تاعها RGB. لو انت رحت هون على السيبريشن بريفيو، خلينا نستخدم السيبريشن بريفيو عشان احنا نتأكد من شغلنا دايما، راح تلاقيها ان هي نازلة في الاربع الوان او تكوينها من الاربع الوان. طيب خلينا نشوف كيف الطريقة. الطريقة كالآتي، اول شيء بكل بساطة بروح على الفوتوشوب، بعطيها ايه الصورة انا عندي BSD، بعمل لها edit original من هون، او بروح على اللينكس اذا ما كانش ظاهر عندك، على لينكس هون، بضغط على هاي على edit original، راح يحولني طوالي على الفوتوشوب. طيب الان شو بعمل على الفوتوشوب؟ بس بعمل حركة واحدة اللي هي على المود، بروح على gray scale، بعطيه اوكي فقط لا غير، بعمل exit وبعطيه save. الان برجع على الإلستريتر، راح يحكي لي انه صار في تعديل على الفوتوشوب. وانا هاي طريقة ربط البرنامجين في بعض، عملت لها فيديو كامل عندي في القناة انه انت كيف تقدر تربط الإلستريتر مع الفوتوشوب بحيث اي تعديل على الإلستريتر على الفوتوشوب بينتقل طوالي على الإلستريتر. خلينا نشوف مع بعض، نعطي يس، راح نلاقيها انها صارت عندي جراي سكيل. طيب صارت عندي الصورة جراي سكيل. طبعا انا ضغطت كوماند شيفت اتش عشان تظهر الباك جراوند او اخفيها، اللي هي الباك جراوند اللي لونها رايح على السيلفر هذا على الإلستريتر. طيب الان شو بعمل بعد ما انا حولتها لجراي سكيل من الفوتوشوب؟ بكل بساطه بروح على السي ام واي كي عندي هون على الكلر، وبعطيها اللون اللي بدي اياه، هاي السيان او صارت باللون الكحلي، او هي الاحمر، او اذا بدي مثل ما حكينا بروح بستخدم الوان البانتون، بروح عندي على اشي اسمه هون على الكلر بوكس، بختار سوليد كوتد، راح يطلع لي كل الوان البانتون. انا ممكن اعطيها اللون هذا او اللون هذا، انا مش محدد الصورة سوري. ممكن اعطيها اللون الاخضر او اللون البني او الدرجات الالوان هاي بالضبط بالطريقة هاي. طيب انا كيف بدي اعرف انه شغلي صح؟ طبعا لازم ملاحظين لانه اي لون بانتون بتختاره هون بيطلع عندك على السيبريشن فيو، ممكن انت تروح هون عندك على السواتشز وتعملها كت وتلغي كل الالوان عندك هون عشان تلغي. هاي طريقة يعني شرح اضافي انه كيف انت تلغي الوان البانتون من السواتشز او عشان ما تبينش عندك على السيبريشن فيو ديليت. بعدين بعمل بيست للصورة، بيرجع عندي هون على السواتشز لون البانتون
الوحيد اللي انا مستخدمه في الديزاين. طيب بدي اتاكد انه هي فقط نازله بنون البانتون، بروح سيبريشن فيو على العين هاي، بشيل العين، بلاقي انه هي نزلت باللون واحد فقط واللي هو لون البانتون. هذا كان درسنا او شرحنا لطريقه تحويل الصوره على الالستريتر الى لون واحد. اي حد عنده استفسار او اي سؤال يا ريت يكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله راح ارد عليه. شكرا.